مشادات كلامية وصراع قوي ما بين رضا والتشينوية والتيك توكر يونس الملقب بمولينكس من بعد ما خرج هذا الأخير بأسرار عائلية خاصة بولد شينوية، شيء اللي خلاه ما يتقبلهاش وخلاه أنه يخرج بتصريحات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا معنا الفيديو للتفاصيل. ونشوف صباح النور. عاد فايق بكري اليوم، عاد فغيمو غادي نبيع الدار، غادي نمشي نسجل ونحفظ انا ومفاجأة خليتها نقولها لكم. شكون منساش مونينيكس، هذيك مونينيكس ديال 30 درهم ديال الشينوا اللي تضربي فيها رابعة ديال المطيشة باش ديري الحريرة تديريها تتشعل فيها العافية. يلا الى الجهاد. مونينيكس فورمة الكراطة، عصا ديال الكراطة، ما قلتي حتى شي حاجة جديدة. كان يا ما كان واحد دري حدا الطارو لقاتو وحدة شوافة رباتو هو ولا قلتي حتى شي حاجة جديدة، هادشي صافي طلع ليا في راسي. عطيني الجديد كما عطيتك انا الجديد، ماشي شي حاجة جديدة باش تعرفني هنا اسطورة عليك، باش تعرفني انا جوج كلمات وتاغونجا يا ربي تصب الشا. عرفتي ديك التاغونجا غندير عليا باليمين، يا تنجيب عزافة وندير التاغونجا وغادي نبارطاجيها مع الزوينات. انا بعدا لقيت اللي ربيني ولقيت اللي حضرني ودخلني بين ولادو كما قلتي انت. هاد التصريحات اللي خرج بها يونس الملقب بمولينكس كانت صادمة بالنسبة للمتابعين ديال رضا ولد شينوية، واللي طلبوا منه انه ما يخرجش في هاد التفاصيل وما يذكرش الاسرار العائليه ديالو، خصوصا وان هاد القصه اللي تعرض لها رضا ولد الشينويه هي مؤثره نوعا ما، وبانه ما كيخصهمش يتعايروا بها. انا ما عندي ما يدير، كل نهار نفتح بيك نقول لك جنيدا انا فورمه العزافه. جنيدا انا عصا ديال الكراطه. جنيدا انا وجه المومياء. جنيدا انا راجل كبير وداير في راسي الضحك والناس تضحك عليا كلون ديال تيك توك. جنيدا انا ضحكة ديال حزام وتنشطح والعيالات تيمسخو فيا. جنيدا لا دين لا ملة لا عائلة لا والو، لا والي لا تالي، مقطع من شجرة أكيد غتكون لا دين لا ملة. رضا كيقول بأن مستواه مختلف تماما على مستوى الملقب مولينكس، بأن الناس اللي كيتابعوه هما من مستوى عالي وبأنهم معجبين بالمحتوى ديالو وكيشجعوه، خلافا للانتقادات اللي كيتلقى لها تيك توكر يونس على مواقع التواصل. لك تيخسر الهضره، انا متبعيني عيالات الرجاله، متبعيني عيالات كبار، متبعيني ناس نيفو ماشي بحالك، سمعتي؟ حيت انت اصلا انا بعدا لقيت اللي ربيني ولقيت من رباتني، ندير شعني الاخرى ما لقيتيش اللي ربيك، طلبتي اللجوء. رضا كيقول بانه الشخص المتفوق الوحيد في عالم التواصل الاجتماعي، بانه ما يمكنش يكون عنده منافس، وان مولينكس كيحاول يقلده وهذا الشيء مستحيل انه يوصل ليه. قال لك باغي يوصل لسيدي رضا، خاص شوف خاص العالم يوقف 40 سنه خلاوة ماليا، عرفتي شنو هي 40 سنه؟ تبقى بوحدك داير السوشيال ميديا بوحدك وما توصلش الربح اللي وصلتي اللي وصلت لي انا بحب الناس والعشق اللي تيعشقوني الناس والهضره والتاويل والصمق اللي تندير مع الناس. الا وصلتي في الثلث اللي فيه انا الراجل الكبير ودير في راسك الضحك، عندك صاحبي 50 عام نواضرك شابو لحيتك شابت تتصبغ بالكحل تتصبح بيضة، خاصك تزار، خاصنا نسميوك سيدي مونينيكس. يونس ومن بعد ما شاف التصريحات ديال رضا ولد شنوية خرج وكيرد عليه بقوة في هذا الفيديو. البنات ولد شنوية دوله القناة، الله يا ربي الله حشوم عليكم، سيد غيتي متعديتو عليه، اش هاد البثالة؟
لاحظ جيت هاد الصباح لقيتو داير اشهار ديال تضييق المهبل. تجربتي الاشهار؟ جربتي الماكينة البارح؟ عاوتاني داير اشهار ديال المناطق الحساسة. اويل على قلة العيالات، على قلة العيالات يجيو الشاونية يدير لكم اشهار ديال تضييق المهبل. اشهار قبل ما كنديروه كنجربوه، الا قلك والو انت ديك الشرشيمه اللي عندك اكثر من داك الوجه كيعايرني، قال لك بالخيوبيه. ميم تي طليت عليه دابا، انا ما عمري ما حنززت فيه، كيبان لي بحال شي عجينه فايضه فايته فيها الخميره، من بعد كيبان بحال شي قرصه من حققت فيه اليوم. وبالفعل رضا خرج تصريح مؤخرا بان القناه ديالو ما بقاتش على اليوتيوب، وبان شي واحد اللي خداها ليه عمدا، ولكن استمر في العمل على باقي المنصات. بالصدفه تيك توكر يونس شاف اشهار لرضا ولد الشينويه في احد المراكز النسائيه 100% واللي متخصصه في التضييق وفي بعض المسائل اللي كتهم النساء فقط، وهذا الشيء ثار السخريه والاستهزاء عند المتابعين. وهي نت في الحقيقه شكون هاد اللي غتشد لهم اشهار تاع تضييق المهبل؟ خصها تكون شي وحده ما عندها لا والي لا تالي ولا قينها في شي، حدا شي كاميو لا بان من البعد يبان حالت ولكن ما عندي ظهر. قال لي نهار بغيت كيا وشي قمشو كيا مشاش، نهار بيركب على البغل لقيتو عرش. تجيت انا نطلع نتعاير ما عاد مشات لي القانا. هادشي غا اللي باين يعلم الله طرهولات. والمهم اللي حك على الشريفه كتجي متورخه، راك شتي ساريبول عايراتني باللي ما فيا، جا واحد اعطاها النيف كذلك انت جبتيني مشات لك القناه. المهم القناه ديالي فيها 300 كا، مشات ليا، مشى ليا الادسنس، مشى ليا كل شيء، داوها ليا من اليوتيوب بارشادات المنتدى. ما عرفتش شكون هاد الناس اللي ما تيخافوش الله، تيصحاب راسهم منين غيديو ليا القناه انا غنتمسح. انا راه تنقول لهم للمليار مره، تنقول لكم راه انا ماركه مسجله في المغرب كامل وفي العالم كامل اللي فين كاينين المغاربه، انا ماركه مسجله حيت عندي ناس تبعيني تيبغيوني تيموتوا عليا. راه ما عمركم غتمحيوني من السوشيال ميديا، حيت عرفتوني علاش كنت غنهضر، عرفتوني علاش كنت شنو غنهضر. المهم اخوتي اقسم بالله العلي العظيم الى هاد الناس اللي داو ليا القناه، راكم عارفين شكون، بلا ما نبقاو نهضروا خلصوا الفلوس وتواصلوا مع شركه اليوتيوب بانني بزاف. المهم الهضره طويله، المهم نحط لكم كل شيء بالدليل وبالبرهان. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد.